تعالوا نبدأ مع حضراتكم بخبر لهيئة الأرصاد الجوية اللي بتقول إن النهاردة طقس بتتوقع فيه إنه يشهد يوم السبت انخفاض طفيف للحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم، وده هيزيد طبعا من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة. كمان هيكون طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي أنحاء الجمهورية. تعالوا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي بيان درجات الحرارة. القاهرة 34-25، اسكندرية 31-24، مطروح 29-23، دمياط 31-25، بورسعيد 31-25، الإسماعيلية 35-25، السويس 35-25، العريش 32-24، رفح 31-24، طابة 38-26، شرم الشيخ 39-29، الغردقة 38-28، الفيوم 36-26، بني سويف 36-26، أسيوط 37-26، الأقصر 40-27، أسوان 42-28، شلاتين 40-28، حلايب 36-27، الوادي الجديد 41-26. كده احنا استطلعنا مع حضراتكم اخبار الطقس، واحنا يعني خلاص في اواخر شهر اغسطس. اغسطس بقى شهر اللي من اشهر شهور الصيف وذروتها في ارتفاع درجات الحرارة. اكيد بقى على دخول سبتمبر ان شاء الله هيكون في انخفاض للرطوبة ودرجات الحرارة، وندخل بقى على فصل الخريف ومن بعده الشتاء.